محمد صلاح والكل ينتظر، كيف ترى استمراره مع ليفربول وتوقعاتك ليه هذا الموسم؟ هل ينافس على لقب الهداف ولا من الصعب ان هو الموسم الثالث على التوالي يقدر ينافس على لقب الهداف؟ انا يعني على اكاد احنا بنحب الاجوان واللي بيعملها محمد لينا سنة بعد السنة بيقدم لنا أجوان هدايا. احنا طبعا عشان هو يقدر يحافظ على هذا المستوى من اللعب ده شيء صعب، ولكن احنا بنتمنى وعارفين انه بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يفضل اللاعب اللي بنحبه واللي عرفناه. محمد صلاح هو النهارده اكبر هداف بالنسبة للنادي، ده شيء معروف للكل. طيب بما انه افضل هداف للنادي، كيف متى تتوقع ان يعلن ليفربول تجديد تعاقد محمد صلاح؟ ده شيء بالنسبة لنا بننتظره، لأن ليفربول عنده يعني مغطي هذا الأمر بالسرية بعض الشيء، من الطبيعي إن هو يكون عنده سرية عن كيفية إدارة أعماله. إحنا منتظرين إن توصل لنا نتائج، ولكن أنا متأكد إن خلف الستار سواء النادي أو محمد صلاح بينهم النهاردة مفاوضات دايرة، ولكن في الآخر القرار هنعرفه لما يتم إعلانه، وأتمنى ده يكون سريعا لأن هم مش هيسمحوا أن المفاوضات تطول أكتر من كده. طيب هل من المتوقع أن تحدث مفاجأة قبل غلق باب الانتقالات بانتقال محمد صلاح خارج ليفربول ولا لا؟ محمد صلاح مش هيسيب ليفربول على حد اعتقادي، ده شيء لن يحدث. ولكن اللي شايفه ان كل الفانز بتوع النادي احنا نفسنا يعني بنأمل ان هو يكون معانا سيزون او اتنين كمان، وان شاء الله ده هيتأكد عند نهاية الويندو بتاع السيزون.